اهلا بيكم. 4 علامات بتدل على انك انت مصاب بسحر ماكول او مشروب، فعايزك انك انت تركز معايا، علما ان بين كل علامه وعلامه ما يقارب من 3 شهور ل6 شهور. قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. اول حاجه عايزك تعرف يا اخي الكريم ان السحر الماكول ده لما بتيجي مثلا تشربه في عصير تحس ان طعم العصير ده لذيذ جدا. ما حصلش معاك في مره من المرات دخلت عند حد واكتشفت فيما بعد ان الحد ده هو اللي عمل لك السحر، وشربت عنده مثلا عصير، تبص تلاقي ان طعم العصير ده لذيذ قوي، ولو انت بتاكل اكله تبص تلاقي نفسك بتاكل بشراهه، ما انتش عامل لنفسك حساب في الاكل. ديت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بيجي بعد كده تحس ان عندك غثيان بعد الاكله او بعد شوربه العصير. الغثيان اللي بيكون موجود عندك ده بتكون ما انتش متقبل معدتك نهائيا، وتحس دايما بكركبه في معدتك وعدم ارتياح. ثم بعد ذلك يعقبها خطوه ثانيه وهي خطوه الامساك. خطوه الامساك ده بيستمر معاك الامساك لمده 3 أيام إلى 4 أيام. تخش الحمام مفيش حمام نهائيا. طب انت عايز تعمل حمام، بطنك مش مرتاحة، عندك شعور بالغثيان، عندك تعب، معدتك مش مظبوطة، في نفس الحالة ديت يا اخي الكريم حاول انك انت تشرب اي ماء مقرى عليه، لان العلامة الاولى بتختص بالحاجة اللي انت اكلتها وشربتها، دي البداية، دي النواة اللي دخلت معدتك، عبارة عن بذرة اتحطت في معدتك. البذرة ديت بتكون الصلة بين عالم السحر وبينك، فتيجي الشياطين تدخل جسمك في اي وقت هي عايزاه، وتيجي طبعا الشياطين لما تمتلك جسمك يبدلوا على بعض، فلازم انك انت تحط برامج علاجيه من خلالها تقدر انك انت تتخلص من الجن اللي موجود جواك. فبعد ذلك يا اخي الكريم لو انت بتسمع رقيه شرعيه تحس ان في قرقعه موجوده في المعده، او انك انت لو ماشي على برنامج علاج معين تحس ان في حاجه بتطلع من هنا توصل لحد الحلق كده وترجع تاني، ديت النواه اللي دخلت المعده بتاعتك واللي سببت السحر. خد بقى العلامه الثانيه وهقول لك طريقه العلاج، وهقول لك ايضا ازاي انك انت تتخلص من السحر الماكول المشروب، فاديني تركيزك وسيب اي حاجه في ايدك وركز معايا. العلامه الثانيه بعد كده لما انت تاكل الحاجه اللي اتعمل ليك فيها السحر، زي ما قلت لك تحس ان طعمها لذيذ، وتحس انك انت بتاكل بنهم وبتاكل بشراهه وبتاكل فوق زادك كمان. بعد ذلك بقى بيبدا السحر في المرحلة الثانية أو العلامة الثانية اللي هو مرحلة الانتشار في الجسد. إيه هي مرحلة الانتشار في الجسد؟ خلونا ناخد النساء وبعد ذلك ناخد الرجال. بالنسبة للنساء بيجيلك دايما تساقط في الشعر، ما كانش عندك تساقط في الشعر قبل كده، وشك بيتغير، اللون بتاعك بيتغير، ملامحك ذات نفسها بتتغير، دايما اللي يبص فيك يحسك إنك أنت مرهقة، أي حاجة بتعملها بتتعبي منها، ما أنتش قادرة تقومي من الفراش بي. بعد ذلك يأتي شيء ثاني. إيه هو بقى الشيء ده؟ آلام أسفل الظهر مع آلام في منطقة الحوض مع آلام مصاحبة للدورة الشهرية، يطلع لك كدمات زرقاء في منطقة الرجلين، وبعد كده تبص تلاقي ان ركبك بتوجعك، تحس انك انت مش قادرة تدوسي على كعوب رجليكي، تحس ان انت وانت ماشية برجليكي ان فيها شكة زي شكة الدبوس. هذه العلامة التانية بالنسبة للنساء. تعال بقى للرجال. الرجال تحس دايما ان في صداع نصف عندك هنا ينزل على عينك احيانا. لما الصداع ده بينزل على عينك يا اخي الكريم تحس بزغللة، تحس دايما انك انت عندك خنقة، ما انتش طايق اي شغلانة كنت بتشتغلها وموفق فيها، ما انتش عايز تقوم من الفراش بتاعك، تحس دايما ان جسمك متكسر، ولما تيجي عشان تبدأ في اي شغلانة تبص تلاقي عندك خمول فظيع جدا، عايز تنام 24 ساعة، ولما تحس ان في حاجة بتمشي عكس ما انت عايز تنهار اعصابك، وتحس انك انت عصبي بدون اي شيء، وبتتعصب على كل كبيرة وصغيرة. الصفات دي ما كانتش موجودة فيك قبل كده على فكرة، لكن اتجددت من بعد الغثيان وبعد الامساك بعد القرقعه اللي حصلت في المعده، لان دي المرحله الثانيه. ثم بعد ذلك يعقبها ايه؟ الام في منطقه العصعص، تمام؟ وما بتشتكيش احيانا من الام في منطقه الحوض؟ طب ما بتشتكيش ايضا من مشاكل موجوده في العلاقات مع الاشخاص المحيطين بيك؟ طب ما حصلش معاك في مره من المرات كده وانت ماشي تحس ان رجلك فيها تنميل فظيع، او وانت نايم تصحى من النوم تلاقي ان ايدك منمله؟ كل ده علامات بتدل على اصابتك بالسحر. دي العلامة التانية. خش بقى على العلامة التالتة ودي مهمة جدا. بيبتدي السحر ينتشر في الجسد، فلما يبدا السحر ينتشر في الجسد تحس دايما ان في امراض بتطلع لك من حيث لا تحتسب، فتروح للطبيب ما تلاقيش عندك اي مشكله، تبقى ماشي رايح شغلانه معينه تحس ان في شكه انطعنت في قلبك وضربات القلب مش مظبوطه، تروح تعمل رسم قلب تلاقي ان القلب 100، تحس ان في مشاكل موجوده في عضو معين من اعضاء جسمك، تروح تعمل اشعه ما فيش اي حاجه موجوده في العضو ده. كل العلامات ديت بتدل على ان في سحر بيبدا ان هو ينتشر في جسمك، والحاجات ديت بتظهر معاك
من السنة الأولى للسنة التانية. هتخش بقى على السنة التالتة. السنة التالتة مثلا السحر بيبدأ إن هو يتمركز في جسمك، ودي معلومة هنقلها لك، ودي العلامة الرابعة واللي بيحصل بعدها، لأن دي من أهم الأشياء اللي بتدل على إنك أنت مصاب بسحر. جزا الله عز وجل خيرا من علمني المعلومة ديت وهنقلها لك. الإنسان اللي بيصاب بسحر بيكون عبارة زي الشيء أو الفريسة اللي دخلت عش العنكبوت، بيبدأ العنكبوت ده يلف حواليها. انت كذلك بتكون ملفوف من فوقك لتحتك بخيوط السحر وعقد السحر. تشتكي احيانا من آلام موجودة في دراعك، تحس ان دراعك بيورم، تحس ان احيانا اعضاء في جسمك بتشتكي منها. اي حد يجي يلمس عضو من الاعضاء ديت تصرخ وتزعق بصوت عالي، ما انتش طايق الالم. تعرف لو انت حطيت ايدك عليها كده ومسحت وقلت بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزات الله وقدرتي من شر ما اجد واحاذر 7 مرات، هيختفي الالم ده. لو انت سمعت رقية شرعية ووجهت بنيتك وجوارحك القرآن اللي انت بتسمعه لموضع الالم اللي موجود عندك ده، هيختفي الالم من عندك نهائيا. ثم بعد ذلك يا اخي الكريم، العلامة الرابعة ديت من اهم العلامات. زي ما قلت لك انت خلاص اصبحت اسير في عالم الجن، اصبحت اسير لعالم الشياطين. السحر خلاص تحكم في دمك، صار عقد موجودة في كل جسمك، صار في لحمك، صار في عظمك. فبيبدأ بقى ايه الشغل عليك. ايه هو الشغل بتاعك بقى؟ الشغل اللي كان معمول لك انك انت ما تتجوزش، فتيجي كل حاجة انت موفق فيها الى موضوع الزواج. الشغل اللي كان معمول لك انك انت ما تشتغلش في تجارة معينة، تشتغل في اي حاجة وتقرب من التجارة دي بالذات تخسر كل اللي قدامك واللي وراك. اساسا بتكون مستغرب من اللي بيحصل. اللي بيحصل يا سيد الكريم ان بيكون في شياطين محوطاك فبتعطلك كل حاجة. ده الجن الخارجي. الجن اللي موجود جواك بقى هو احيانا ممكن يكون مغلوب على امره، تمام؟ فبيديك اشارات. حتى لما انت بتصاب بالسحر صدقني في الايام الاولى بيجي لك اشارات انك انت بتشوف نفسك انك انت بتاكل شعر. ما حصلش معاك انك انت شفت نفسك بتاكل شعر قبل كده، او حصل معاك ان انت شفت نفسك انك انت بتاكل شعر وصحيت من النوم لقيت عندك غثيان؟ طب ما شفتش اي حلم من الاحلام كده وحسيت ان الحلم ده غريب ومكركب، ولما صحيت من الحلم ده حسيت ان جسمك كلته متدمر، او حسيت ان عندك شعور بالغثيان وعايز ترجع؟ طب كذلك ايضا يا اخي الكريم، لما انت اكلت عند الناس اللي انت اكلت عندهم الاكله ديت وحسيت ايضا ان جالك امساك بعدها وجالك الغثيان، حسيتش ايضا بتغيرات في جسمك؟ جسمك ما تغيرش، معدتك ما حسيتش بيها بكركبة دايما، ما اصبحش عندك غازات بعد ما كان جسمك مفهوش الاشياء ديت؟ كل العلامات ديت بتدل على اصابتك بالسحر. عشان كده يا اخي الكريم قص العلامات اللي انا ذكرتها بالترتيب من العلامة الاولى للعلامة الرابعة، واحكم بقى بنفسك هل انا مصاب بالسحر ولا لا. ممكن تكون العلامات ديت بتظهر وهي اعراض طبية، لكن العلامات ديت اللي اتفق عليها غالب المشايخ انها بتدل على السحر المأكول والمشروب. فعشان كده هقرأ آيات قرآنية أيضا تأكد ليك صحة كلامي، وبعد ذلك هقول لك إيه هو العلاج. جاهز إنك أنت تستمع للآيات القرآنية ديت؟ طب إيه رأيك لو تقوم تتوضى وتحاول إنك أنت تكررها أكتر من مرة؟ عندك مانع؟ أكيد ما عندكش مانع، عايزك بس تغمض لي عينك دقيقة واحدة. ها؟ غمضت عينك؟ غمض عينك ما تخافش، ولما تغمض عينك خلي عندك يقين بربنا سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، وخلي عندك امل بالله ان انت لو مصاب بسحر ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا السحر. فركز معايا واديني تركيزك وانتباهك، وغمض عينك الان وخلينا نتوكل على الله نقرا الايات القرانيه. ها غمضت عينك؟ بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وفجرنا فيها من العيون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله خليك مغمض عينك بسم الله بسم الله تنتفخ المعدة بأمر الله أقسمت بالله العلي العظيم على كل عارض موجود في المعدة إلا أجاب داعي الله أقسمت عليك بالله العلي العظيم الذي خلقك وشق سمعك وبصرك إلا أجبت داعي الله تنتفخ المعدة الآن إذا كان فيها سحر تنتفخ المعدة الآن إذا كان فيها سحر تنتفخ المعدة الآن إذا كان فيها سحر مأكول أو مشروب تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن بأمر الله الواحد الأحد بسم الله بسم الله بسم الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هيا أخي الكريم حصل في معدتك قرقعة؟ انتفخت معدتك؟ لو انتفخت معدتك تأكد انك انت عندك سحر مأكول وايضا لما بتصحى من النوم ما بتلاقيش مرارة في حلقك طب ايضا ريحة فمك دايما مش الناس بتقولك او بعض الناس بتشتكي من رائحة الفم لان السحر لما بيكون موجود في المعدة بيكون معمول بمواد خبيثة فدايما رائحة فمك بتكون كريهة ناهيك ان في بعض الاجسام بتكون الرائحة فيها كريهة وده طبعا بسبب السحر اللي انت اصبت بيه لو حصل انتفاخ في معدتك حاول انك انت تكتب ايه اللي حصل معاك لما سمعت الرقية وحصل انتفاخ ولا لا في كومنت اسفل الفيديو. ها. لو انتفخت معدتك يا اخي الكريم عايزك انك انت تتوجه لاي عطار لان لو جبت
أتقى أتقياء العالم من القراء يقرأ عليك لمدة 10 سنين متواصل والسحر موجود في معدتك وما استخدمش أي طريقة إن هو يخرج بها السحر، ولا شربك حتى مية ما أقرأ عليها، ولا شربك أي عشبة تساعدك على الترجيع أو الإخراج، اعرف إن السحر هيظل في معدتك وهتظل تقول بسمع رقية ما بيحصلش معايا حاجة، تعبت من كتر الرقى، تبعت مع رقاه كتير، مفيش أي حاجة اتغيرت عندي. ليه؟ لأنك أنت ما اتخذتش الأسلوب الصحيح أو الطريقة الصحيحة اللي من خلالها تتخلص من السحر نهائيا. اذهب لأي عطار، اشتروا من عنده أي مادة تساعدك على الترجيع، ولما تجيبها تقرأ سورة البقرة على شوية زيت زيتون وآيات السحر اللي أنت تعرفها على نفس الزيت، وتقرأ قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وادعي ربنا سبحانه وتعالى بما يتيسر ليك وبما شئت. وإن شاء الرحمن الحلقات اللي جاية هننزل لكم طرق إزاي إن احنا نستخدمها لاستخراج السحر المأكول. فلو عندك أي طريقة أيضا تقدر تفيد بها إخوانك اللي مشتركين في القناة ما تبخلش بقى وضعها في كومنت أسفل الفيديو، هرد على بعض الطرق وهرد على بعض كومنتاتكم، تمام؟ وما تنساش لو عجبك المقطع ده إنك أنت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب لو أنت أول مرة بتشوفني، وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو، وشيروا لأصحابكم فالدل على الخير كفاعلي. دمتم في ودي لكم أطيب تحياتي، أخوكم يوسف أحمد، في أمان الله.